خشبة المسرح إلى عدة وجوه بشخص واحد. إنه تشارلي تشابلن بالألوان، إنه تشارلي تشابلن لبنان، إنه وجه من وجوه لبنان. ندعو جورج خباز لاستلام جائزة وجوه من لبنان في عام 2012 كأفضل ممثل كوميدي. السنة الثانية على التوالي عم بحصل على الجائزة كأفضل كوميديا، هذا فخر كبير لإلي، خاصة إنه الجائزة تحمل اسم لبنان، هالبلد اللي بنحبه كثير. إن شاء الله ما بيصيبوا شيء من بعد الأزمات اللي عم تمروا عليها. دكتور ناجي بشكرك كثير، كل سنة بتبقى الخير، الحفلة عم بتكون أحلى وأحلى من سنة لسنة، الله يقويكم وتضلوا بالهمة، وإن شاء الله نضل نقدر نضحككم بهالظروف العويصة. ومثل ما قالت مايا عندها مشكلة مع الميكرو، أنا كمان عندي مشكلة مع الميكرو بس بالعكس.